السلام عليكم، عواش مباركه مسعوده. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الحلوه المعروفه بعين موكا. هنا كنحتاجو 125 غرام ديال الزبده، كنحتاجو 125 غرام ديال السكر كلاصي، سكر ثقيل. كنحتاجو هنا ثلاثه البيضات، كنحتاجو 4 المعالق كبار ديال المربى نتاع المشمش. هنا كنحتاجو 100 غرام نتاع كاوكاو، كاوكاو كما كان غليظ ولا رقيق كنحمروه، راه كنحمروه كنخليوه بالقشره، ما كنحيدولوش القشره، يعني غادي نطحنوه بالقشره ديالو. كنحتاجو هنا شاصيه وحده نتاع الخمارة الكاطو، كنحتاجو 5 المعالق ديال زيت المائده. هنا عندنا 600 غرام ديال الدقيق، واخا ما يدخلش كامله ولكن ضروري كنخليو الطحين قدامنا يعني واحد شويه كيكون زايد. هنا خلاص الزبده ها هي، كنزيدو عليها ديك الكاس نتاع سكر كلاصي. هنا كنعكو ديك هذا الزبده، كنخدموها مزيان حتى كتولي بحال الشكل نتاع البوماد، مكيبقاش ديك السكر كيبان. هنا هاد الزبده مع السكر كلاصي حنا معكناهم مزيان. هنا دابا غادي نزيدو هاد 4 المعالق ديال الزيت، 4 المعالق كبار. هنا كندخلوهم عاوتاني مع داك الزبده والسكر، يعني حتى كي يدخلوا مزيان، ما يمكنناش نديرو عليهم البيض وهما مازالين ديك الزبده ديك الزيت هكا باينه، يعني حتى ما كتبقاش باينه. هنا دابا عندنا ثلاثه البيضات، جوج غنديروهم كاملين وواحده غادي نديرو غير الصفر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه غادي ندير فيها غير الصفر، البيض غنحتفظوا به باش غادي ندهنوا الكاطو ديالنا. دابا هنا غادي ندخلو ديك البيض، غندخلو مع هاد الزبده مع هاد العناصر اللي هنا في الكسعه، غادي ندخلهم نحاول ندخلهم مزيان حتى كيولي بحال البوماده، ما كيبقاش يعني كاع البيض باين. ما كنزيدو الطحين حتى كنتاكدو من ديك الخليط، يعني تخلط لنا مزيان، ما بقاش كل حاجه بوحديتها، يعني البيض باين بوحدو وديك الزبده والزيت والسكر باينين بوحدهم، لا. هنا هي 600 غرام، حنا غنبداو نزيدو الطحين شويه بشويه. هنايا حنا زدنا الطحين، دابا غادي نزيد هاد الشاصيه الخميره، خميره الكاطو. الطحين دائما في الكاطو، راه كنعزلو الطحين بالكاطو، الطحين الممتاز ديال الكاطو، ماشي زعما ماشي اي طحين يعني ديري به الكاطو، من الاحسن كيكون عندك الطحين مزيان. الطحين بالكاطو ما كيشربش بحال ديك الطحين الاخر ديال العبار، هذاك راه مزيان لبعض الحوايج، ولكن بحال دابا الكاطو لا، الكاطو بحال دابا الا درتي ديك الطحين الاخر كيشرب صافي، الا شرب لك الطحين مشاو لك المقادير، ماشي بحال دابا الطحين هذا اللي ما كيكونش كيشرب كيبقى محافظه على المقادير. الطحين راه حنا ما كنزربوش ونزيدو يعني نديرو كلشي في خطره، كنبقاو نديرو وعينا ميزاننا. هنا العجينة ديالنا ها هي، هانتوما تشوفو كي تهدشي، راه ماشي جارية وماشي خفيفة، يعني ماشي ديك اللي كنطلقوها بالكلاك وماشي جارية وما كندلكوهاش، يعني كنبقاو غير كنجمعو ديك الطحين كنديوها هكا كنديوها ونجيبوها كنجمعو ديك الطحين وصافي. هنا كاوكاو هانتوما راني طحنتو بالقشور ديالو، هو محمر مزيان ولكن طحنتو بالقشور ديالو راه كيعطي ديك اللوين هكا. هنا دابا كنقطعو هاد سميتو العجينة ديالنا، كنقطعو هاد سميتو، كنقطعو هاد الحربول ديالنا كنحربلو هكا طويل، شوفو
شفنا هنا دابا حنا حربلتو، غادي نجيب هاد الكاوكاو وغادي نشتتو هكا. تحاولي ديري الطولة نتاع الكاوكاو على الطولة نتاع ديك الحربول. هنا عندنا ديك البيض، البيض ها هو عندنا، كنطربو شويه كنهرسوه، ما كيبقاش هكا سميتو مكبد، كنخدمو غير هكا بالشيتا دغيا دغيا، كنقطو هاد الحربول هذا وكندهنوه. رحنا دابا ما حطينش العجينه فوق كاوكاو، رحنا حاطين كاوكاو، حاطين العجينه فوق البوطاجي وكاوكاو راه هنايا. دابا غادي ندهنوا هاد الحربول هكا، كنحاولوا نمشيو له مع هاد الجنيبات. دابا غادي نحربلوه، غادي نقلبوه فوق كاوكاو، يعني هنا غادي نقلبوه لحقاش الا ما دهناش راه ما ديهزلناش كاوكاو بزاف، ما ديرفتش كاوكاو لحقاش ما فازكش. غادي عاوتاني ندهنوه على الوجه اللي كان منو الارض، كنعاوتاني ندهنوه. دابا غادي نسميتو غادي نغبرو انه نصوبو نغبرو عليه هكا هاد الكاوكاو. دابا غادي نديوه ونجيبوه، كتحاولي توزعي ديك الكاوكاو اللي هذا، يعني البلاصة اللي بانت لك ما هزاش كاوكاو كنحاولو ندير فوق منها كاوكاو، يعني هنايا انا صوبتو غادي نقبطو ونحطو هكا. نعاود نجيب الاخر، كنحاول نجيب ديك الكاوكاو ما نخليهش يشتت باش نعاود ثاني نخدمو عليه. كنجيبو العجينه ما كنحربلوهاش في البلاصه اللي فيها كاوكاو، كنحربلوها في البلاصه ناشفه. كنحلوها مزيان، الا ما درتيلوش هاد البيض راه ما كيفتش كاوكاو. يعني هكا كنبقاو حتى كنكملو العجينه اللي عندنا كامله. الطلطه اللي كتدخل الفران كندهنوها بواحد شويه د الزيت، غير واحد الدهنه خفيفه. هنا كنقبطو هاد الحرابل ديالنا، هانتوما شفتو رحنا كنقبطو الاولاني، ديك الاولاني اللي صوبنا بيه كنعاود ثاني نبداو نخدمو. دائما في الكاطو ولا في الملاوي ولا هذاك دائما كتعزلي ديك الحبه، ديك الاولانيه اللي صوبتيها كتعاودي تبداي منها. دابا هنا غادي نبدا نقطع، هنا تقريبا واحد انتما عرض صباع سنتيم، تقريبا ديك سنتيم سنتيم ونص، ما كيداروش هكا عراضين بزاف. انتما هنا دابا غادي نبدا نقرب، يعني نمشي على تقاده وحده، يعني راه هاد القبطه باش كنقبطو بالصبع ديالنا راه هو بيه كنديرو الميزان، بيه كنديرو يعني العبار، كتحاولو تقطعوهم متساويين يعني عرض واحد. كنهزو هكا، احنا موقفينهم ما كنحطوهمش هكا في اللاطه، لا كنحطوهم هكا. دابا كنجيو لهذا سميتو هكا راه باين لكم، كنجيو وكنحفروا بهذا الصبع ديالنا، هذا الصبع ديالنا الكبير هذا، يعني كنحفروا كندير واحد الحفيره في الوسط. كنحفروا ماشي حتى كنثقبوا الكاطو، كنحفروا حتى نحسوا براسنا وصلنا للاطا.
يعني كنحفروا حتى كنوصلوا للاطا. هانتوما نزيدكم شنو واش باين، يعني كنقبطوا هاد الصبع الكبير كنديروا ديك الحفيره، لان هذيك الحفيره هي اللي نعمروها بالكونفيتور. الكونفيتور ما كنديروش ديك الكونفيتور اللي جاري، وما كنديروش ديك الكونفيتور اللي فيه الطروفه، راه كنحاولوا كنديروا هذا اللي كيكون هكا مكبد، هو مكبد وهو ما فيهش طروفه، هو اللي كنديروا. كنخدموا شويه بالمعلقه، يعني كنزيدوا نطلقوه غير هكا، ما كنطحنوا حتى شي حاجه، كنضربوه غير بالمعلقه باش ما كيبقاش هكا باش ما كيبقاش مكبد. دابا غادي نبداو نعمروا هادو الحلوه ديالنا. كنجيو لديك الحفيره هكا ديك سميتو كنعمروها. حنا كنديروا غير راس المعلقه نتاع ها هو الكاطو ديالنا بعد ما طاب. راه حنا راه سامن اللورا راه كيجي محمر، هانتوما تشوفوا كي تيجي، يعني فاش كديري اللاطا الفوق والعافيه من التحت راه كيبدا كيطيب، حتى كتبداي تشوفي هاد الجناب هادو تحمروا، عاد كنهبطوا عاوتاني اللاطا الفوق كنديروا العافيه من الفوق. ولكن فاش كنديروا العافيه من الفوق كنديروها قليله، يعني كنقصوا الفران وكنخليوا العافيه من الفوق حتى كي ديك الكونفيتور كي كيتشمع. كديري هاد الكونفيتور كطيبيه واخا كيبقى الكاطو واحد المده ما كيوقع له حتى شي حاجه، بالعكس كيجي كيزيد يتعلق، كتكون هذا العجينه هذه اللي صاب لي هذا كيجي مقرمل والوسطاني كيجي معلق. كنقولك تحتفظي به حتى شهر ما كيوقع له حتى حاجه. هكا كنكونوا صوبنا عين موكا، كنتمنى تعجبكم، وما تنساوش الخيرات في القناه ديالي على اليوتيوب، وخليوا لي الاقتراحات ديالكم في التعليقات. بالصحه وراحه.